خليني ابدا مع حضراتكم النهارده، واكيد هبدا كلامي عن المؤتمر الصحفي النهارده اللي اقيم للاعلان عن شراكه لمده 4 سنوات قادمه ما بين النادي الاهلي وشركه اتصالات مصر. ده بالتاكيد طبعا في اطار السياسه اللي ماشي عليها مجلس اداره النادي الاهلي. نعم. ان هو ماشي بخطه منظمه لدعم النادي واضافه اشياء جديده. نعم. في اطار برنامج الانتخابي للنادي اللي هو منه كمان افتتاح الفرع الجديد. اما بالنسبه طبعا لاعلان النهارده في الاجتماع المؤتمر المؤتمر يعني اللي هو اعلان الرعاة او احد الرعاة الاساسيين يعني اتصالات، فطبعا ده زي ما قلت لحضرتك بيجي في اطار انه النادي الاهلي ماشي بمنهجيه، واخد بالك، لزياده تمويل النادي. نعم. يعني زياده التمويل لمجابهه المصاريف الكتيره جدا اللي بتفرض نفسها على النادي الاهلي على طول حقيقي، وبتدعم خطه النادي الاهلي في افتتاح مشروعات جديده زي ما قلنا بقى في الفرع الرابع على الابواب ان شاء الله. فطبعا كان مؤتمر اكيد مفرح لكل المنتمين للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي سواء اعضاء او جماهير، لانه هو ده المستقبل بالنسبه للرياضه المصريه. صحيح. ان تعتمد الانديه على نفسها في التمويل وفي المصاريف.